من لندن مراسلنا هناك عمر بشير. إذن هل أكدت الدفاع والبحرية البريطانية ما قدمته صحيفة الساندي تايمز بأن سفن ومدمرات بريطانية ستبحر الشهر المقبل عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود؟ نعم أحمد، يعني فعلا وزارة الدفاع البريطانية قالت في بيان لها أن مدمرتين سوف تتحركان من أسطولها الموجود في البحر المتوسط وتعبران مضيق البوسفور في تركيا لكي ترسيان في البحر الأسود بدءا من الشهر المقبل في أول إجراء عملي بريطاني، يعكس التصريحات السابقة من المسؤولين البريطانيين من رأس الهرم من بوريس جونسون ومن وزير الخارجية وغيرهم من الوزراء أيضا عندما عبروا عن دعمهم لأوكرانيا في مواجهة الأزمة مع روسيا وحرصهم وحرص المملكة المتحدة على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار أوكرانيا. هذا الموقف يزداد أهمية، الموقف البريطاني بإرسال السفن إلى البحر الأسود يزداد أهمية لأنه يتزامن مع إعلان روسيا أنها سوف تقوم بمناورات عسكرية في البحر الأسود في 24 من الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وسوف تغلق بعض الأماكن في البحر الأسود، ما أدى إلى امتعاض أوكراني حيث قالت كييف أن هذا الإجراء الروسي مخالف للقانون الدولي. وعليه الآن بريطانيا تتحرك، ومن المحتمل أن تتحرك أمريكا أيضا بعد بريطانيا، خاصة بعد أن قالت تركيا إن هناك مدمرة أمريكية سوف تعبر مضيق البوسفور لكي أيضا ترسي في البحر الأسود. بالتالي لك أن تتخيل أن تكون هناك مناورات عسكرية روسية في البحر الأسود على مرمى ومشاهدة بوارج مدمرة بريطانية وربما أمريكية وربما أيضا أخرى من دول حلف شمال الأطلسي. نعم عمر بشير مراسلنا في لندن، شكرا جزيلا لك.